لي زونطينمون كانوا صعاب ياسر، اللعبيه كانت سو تونسيون. الحمد لله هذه نقول لك معناها رياكسيون اليوم، معناها حتى ماجري لا فيكتوار، معناها اللاعبين متاثرين برشا كيما الناس الكل، الجماهير كيما قلت لك عندها الحق تتغشش علينا كان نتفكروا احنا وراحنا كاستاف الوحيد واللاعبين زاد. ان شاء الله الماتش الجاي نشوفوا رياكسيون. الزيني عنده بليسيور في الشوقي، ديجا البليسيور هذه معناها تاثرك اللي ثلاثه ماتشات اللي لعبهم ديجا توجع فيهم، سيرتو الماتشات الاخرين قلقت برشا. هذاك المية اعطيناه راحة، سيرتو لي ماتش هذوما، فات الماتش باش يخلط بالشارع، شوفوه غدوة، معناها كذاك اللي هو بيسير، فهمت؟